القطب الجنوبي، قارة الغموض وعجائب الطبيعة. يغطي سطحها الجليد بسمك 4 كيلومترات، ويمكن لدرجات الحرارة فيها أن تنخفض إلى 93 مئوية تحت الصفر، 75% من ماء كوكبنا النقي مخزون في صفائحها الجليدية. ومع ذلك هي تعد أكبر الصحاري على كوكب الأرض. قد يكون هذا هو المكان الوحيد في العالم الذي اجتمعت فيه مختلف الدول باسم السلام والعلم لحماية البيئة. الجزء المتعلق بالجليد والحرارة قد يكون صحيحاً، أما فيما يخص السلام والبيئة فيصعب تصديق ذلك. ليس فقط لأني قلق بشأن الطبيعة، بل أيضاً لأني عشت في سوريا عام 2009. لذلك لم أعد أؤمن كثيراً بالسلام أو بالمجتمع الدولي، لكني أتمنى أن أكون مخطئاً. وصلنا إلى مدينة بونتا أرينس، حيث ستقل سفينة البحوث القطبية إسبريدس مجموعة من العلماء الإسبان إلى القارة القطبية الجنوبية. أنا أشعر بالتوتر منذ الآن. ستعتاد على الأمر، ليس هذا بالأمر الجلل. هذا مذهل. لدي نافذة أيضاً. السرير السفلي؟ كانت الليلة الماضية عصيبة، لقد خلدنا للنوم مبكراً، لكني واجهت صعوبة في النوم. لم أنم أكثر من 4 ساعات لأني كنت متوتراً بسبب الرحلة. تستعد إسبريدس للإبحار الآن؟ لقد انضممت إلى هذه الرحلة لكي أكتشف سر غموض القارة القطبية الجنوبية. بعد يوم من الإبحار سوف نصل إلى نهاية العالم. أقصى نقطة في جنوب الأرجنتين، تييرا ديل فويغو، لا تزال تبعد 1000 كيلومتر عن القارة القطبية الجنوبية. هذا هو ممر دريك. التيارات العكسية والرياح البحرية هنا تجعل البحر هائجاً جداً في واحد من أقصى الممرات المائية على كوكب الأرض. أسوأ عاصفة واجهناها حتى اليوم كانت هذا العام، كانت رحلة عودتنا الثانية من القارة القطبية الجنوبية. كنا على مسافة 18 ساعة تقريباً من أمريكا الجنوبية حين ضربت عاصفة هوجاء ميمنة السفينة. واجهتنا الأمواج بارتفاع 7 أمتار، ووصلت سرعة الرياح إلى 50 عقدة. في كل مرة يبحر فيها الطاقم عبر ممر دريك تكون كاميرات هواتفهم المحمولة في وضع الاستعداد. ها هي موجة عملاقة تقترب، من الممكن أن تكون أكبر من ذلك. هذه هي حدود مقبرة كيب هورن البحرية الشهيرة التي تضم حطام مئات من السفن الغارقة. ولا يزال ممر دريك يحظى بالهيبة حتى اليوم، حيث يهيئ الجميع أنفسهم للأسوأ. لم يكن الأمر بتلك المأساوية في رحلتنا. لحسن الحظ تطورت التكنولوجيا كثيراً، وبإمكاننا اليوم أن نتحقق من التنبؤات الجوية قبل الإبحار لكي نجد أفضل الأوقات لعبور ممر دريك. لعل المغامرة لم تعد بالجموح الذي كانت عليه سابقاً، لكنها لا تزال جميلة. ظلت القارة القطبية الجنوبية لقرون محط نزاع على الملكية. كان أول من عبر هذا الممر الإسباني فرانسيسكو دي أوسيس عام 1525،
وبعد 50 عاماً تم اكتشافه على يد المستكشف الإنجليزي سير فرانسيس دريك الذي يحمل الممر اسمه حتى اليوم. في بدايات القرن العشرين طالبت 7 دول بملكيتها لأجزاء من القارة القطبية الجنوبية، وتسببت المطالبات المتداخلة لكل من المملكة المتحدة والأرجنتين وتشيلي في توتر العلاقات الذي أسفر عن الصدام المسلح بين بريطانيا والأرجنتين عام 1952. ومع بداية الحرب الباردة فإن آخر ما كان يحتاج إليه العالم هو منطقة نزاع جيوسياسي أخرى، فكان إدراك هذه الحقيقة ما أدى إلى توقيع معاهدة القارة القطبية الجنوبية. كثير من الناس ومن بينهم العلماء كانوا يبحثون عن سبل للتعاون، ومن ثم نجحت سنة الجيوفيزياء الدولية بين عامي 1957 و58، وأسفرت عن فكرة إمكانية التعاون في القارة القطبية الجنوبية. تكرس المعاهدة أهداف البحث العلمي والتعاون الدولي في هذه القارة التي يبلغ حجمها 1.5 حجم الولايات المتحدة. لقد شعروا بأن هناك حلاً، وهو ما نصت عليه المادة 4 من المعاهدة، وهو تنحية المطالبات جانباً ونزع السلاح، بالإضافة إلى كونها كما تعلمون واحدة من أوائل المعاهدات الخاصة بالحد من التسلح، لذلك فقد ركزت على إرساء السلام والاحترام أيضاً. ولكن لا شيء من هذا كان مرده النوايا الحسنة وحسب، فقد جعل المناخ القاسي من الصعب استغلال المنطقة اقتصادياً، وانضمت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي إلى لعبة المطالب الإقليمية هذه في وقت متأخر جداً. بعد 4 أيام من مغادرة مدينة بونتا أرينس تصل إسبريدس إلى القارة القطبية الجنوبية. الجميع متحمسون، لقد استيقظنا في 5 صباحاً لكي نلقي نظرتنا الأولى على الشريط الساحلي، إلا أن ما لم نتوقعه كان الضباب. نحن على مسافة 2.5 ميل ولا يمكننا رؤية شيء. بعد بضع ساعات سينقشع الضباب وسنستطيع أخيراً أن نرى القارة القطبية الجنوبية. ستكون جزيرة الملك جورج أول محطة ستتوقف فيها إسبريدس، حيث يقوم الفريق الإسباني بتقديم الإمدادات للمحطة التابعة للأورغواي في أرتيغاس. يجري التعاون القطبي الجنوبي بسلاسة. معاهدة القارة القطبية الجنوبية فعالة للغاية، فوفقاً لشروطها تم تخصيص هذا المكان للعلم وحسب. لقد لعبت دوراً أساسياً في جعل جميع الدول تضع مصالحها الشخصية الأخرى جانباً على الصعيد العام على الأقل، وقد بقي الأمر كذلك لفترة طويلة. لسوء الحظ أن الأمور ليست كذلك في أجزاء أخرى من العالم، حيث تتصدر المصالح الاقتصادية الأولوية على التعاون العلمي. أيمكن لهذا النموذج أن يصدر خارج حدود القارة القطبية الجنوبية؟ هذا سؤال جيد، وهو أمر سيؤيده الكثيرون في هذا الكوكب. نظراً إلى أن جزيرة الملك جورج هي المدخل الأسهل إلى القارة القطبية الجنوبية، فهي تضم أكبر عدد من المحطات في القارة بأكملها. المحطات هنا تعود للأوروغواي وروسيا وتشيلي والأرجنتين والبرازيل والصين وبولندا والبيرو والإكوادور وجمهورية التشيك وكوريا الجنوبية وبلغاريا، وتنظم معاهدة القارة القطبية الجنوبية عدد المحطات الجديدة كي لا يزدحم المكان بها. من الأفضل دوماً أن تتعايش بسلام مع جيرانك وأن تتفق معهم. أول ما قمنا به هو إنشاء علاقات جيدة مع كل جيراننا، فالتعاون أساسي في القارة القطبية الجنوبية. هل تؤثر التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا على التعاون في القارة القطبية الجنوبية؟ لا يمكنني القول بأنه لا يتأثر، ولكن بشكل عام التعاون مستمر. هذا لا يعني أن تلك التوترات لا تكون في خلفية المشهد نوعاً ما، لكن على الأقل من ناحية برامج القارة القطبية الجنوبية والقارة القطبية الشمالية وعمل العلماء معاً، فالتعاون بشكل ما يبقى مستمراً. عام 2004 جلبت روسيا أخشاباً من الصنوبر السيبيري الذي يعد الشجرة الوطنية في سيبيريا لإنشاء كنيسة أرثوذكسية صغيرة في القارة القطبية الجنوبية.
يقول المنتقدون بأنه أسلوب خبيث للسعي لتملك الأرض. والمحطة التشيلية لديها كنيستها الخاصة أيضاً، كما أن لديها مدرسة لتعليم أطفال الجنود العاملين في القاعدة على مدار العام. هذا أقرب ما ستراه في المنشآت في القارة القطبية الجنوبية. في السبعينيات قامت حكومة الأرجنتين العسكرية الدكتاتورية بإرسال النساء الحوامل ليضعن أطفالهن في القارة القطبية الجنوبية لتعزيز حضورها الإقليمي، وقام الدكتاتور تشيلي أوغوستو بينوشي باتباع التكتيك نفسه، غير أن الأمر كان ينظر إليه على أنه استفزازي على نطاق واسع. وبعد ولادة 8 أرجنتينيين و3 تشيليين أوقفت الدولتان هذه السياسة. أما اليوم فيتم اتباع سياسات أكثر دهاء لتدعيم المطالبات الإقليمية كما نرى على شاشة التلفزيون التشيلي. ستكون السماء غائمة جزئيا في جزيرة إيستر، في حين ستكون الشمس ساطعة في القارة القطبية الجنوبية التشيلية. ما رأي التشيليين في مطالبات دولتهم الإقليمية في القارة القطبية الجنوبية؟ بصراحة ليس هناك الكثير من الحوارات العامة حول الموضوع. حين كنت صغيرا كان الناس يتحدثون عن ذلك، ولكن فيما بعد تراجع الخطاب السياسي، واليوم يربط الناس الموضوع بشكل رئيسي بحماية البيئة. هذا هو التوجه الذي لاحظته خصوصا في صفوف الشباب. التشيليون الذين بمثل عمري بالكاد يتحدثون في الأمر. بالنسبة لنا الأمر بسيط، فنحن ننظر إلى القارة القطبية الجنوبية بصفتها مكانا تجتمع فيه مختلف الأمم، ما من سبب لأن يكون لنا نصيب أكبر من الآخرين. هل بإمكاننا إنقاذ القارة القطبية الجنوبية في حين أننا فشلنا في تحقيق ذلك في بقاع أخرى؟ لدينا فرصة في الحفاظ على القارة القطبية الجنوبية لأننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء في أماكن أخرى. لدى إسبانيا محطتان في القارة القطبية الجنوبية، حيث يقوم مركز أبحاثها الوطني بإدارة محطة كارلوس الأول في جزيرة ليفينغستون. أنشئت المحطة في أواخر الثمانينيات وأعيد تجديدها عام 2008 لتصبح محطة حديثة تشبه إلى حد ما محطة فضائية. تستخدم هذه المحطة في الصيف، لذا لا نضطر لتحمل الظروف الجوية القاسية في القارة القطبية الجنوبية. اليوم يكاد لا يكون هناك أي رياح، ولكن قبل يومين كانت سرعة الرياح 40 عقدة أو 80 كيلومتراً في الساعة، مما يؤدي إلى انخفاض عامل برودة الرياح إلى 15 أو 20 درجة مئوية تحت الصفر. يقوم خيرونيمو لوبيز وفريقه بدراسة جيولوجية القارة التي يقولون إنها تشكل ضرورة أساسية لبقية الكوكب. تؤثر القارة القطبية الجنوبية في مناخ العالم بأكمله، أليس كذلك؟ إنها مصنع برودة العالم. الجو بارد جداً في القارة القطبية الشمالية أيضاً، ولكن ليس بالدرجة نفسها، كما أن هناك المزيد من الجليد في القارة الجنوبية مقارنة بالشمالية. تصل تيارات القارة القطبية الجنوبية المائية العميقة حدود شبه جزيرة أيبيريا، وتستمر في الدوران حول نصف الكرة الأرضية الشمالي. تتدفق هذه التيارات أحياناً لتصل إلى القطب الشمالي، حيث تعود لتبرد مرة أخرى. والمحرك الذي يحرك هذه الدورة هو القارة القطبية الجنوبية. أحد أهم المشاريع البحثية التي تديرها محطة خوان كارلوس الأول هو دراسة مجلدات شبه جزيرة هيرد وجونسون. في الأعوام الأخيرة قمنا بتقييم حالة توازن الكتلة في الصفيحة الجليدية للقطب الجنوبي، ووجدنا أن نسبة اكتساب الجليد أكبر من نسبة فقدانه، لكن المشكلة هي أن تكشف بيانات هذا العام العكس تماماً. إذن هل تزداد برودة القارة القطبية الجنوبية؟ نعم، إنها تزيد برودة، لكن قياساتنا محصورة في 15 سنة الماضية، لذلك لا بد للدراسات العلمية أن تغطي فترة 30 عاماً على الأقل. إن أمعنا النظر فسنجد أن هناك ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة لمدة 15 عاماً، يلحقه انخفاض في 15 عاماً التالية، لكن التوجه العالمي يسير نحو الاحترار.
لم نشهد في رحلتنا الكثير من تساقط الثلوج، ولكن في السنة الماضية كانت هناك الكثير من الثلوج، لدرجة أن أوتاد مراقبة المجلدات البالغ ارتفاعها مترين اختفت تحت الثلوج. وكان على الفريق الإسباني أن يحفر ويحفر ويحفر لكي يعثر عليها. تقع بالقرب من جزيرة ليفينغستون جزيرة هاف مون. لقد حققنا اكتشافاً هنا في هذه القارة القطبية المصغرة، وهو أن الطقس هنا يتغير بشكل مفاجئ. في غضون دقائق قد يتحول الهطول إلى عاصفة ثلجية تصاحبها رياح عاصفة بسرعة 80 كيلومتراً في الساعة. محطة إسبريدس التالية هي جزيرة ديسيبشن التي تضم قاعدة جابرييل دي كاستيا. تعد هذه الجزيرة فوهة أحد البراكين النشطة الذي كان آخر ثوران له عام 1970، ثمة مجلدات ضخمة مطمورة تحت الرماد. تخضع محطة جابرييل دي كاستيا لإدارة الجيش الإسباني. مهلاً، ألم نقل إن معاهدة القارة القطبية الجنوبية تمنع الأنشطة العسكرية؟ نظراً لوعورة الجزيرة وخطر البركان، فقد تقرر أن الجيش هو الأفضل تجهيزاً لإدارة المحطة. تقتضي مهمتنا توفير الراحة للعلماء الزائرين، فهم يأتون في أوقات محددة للعمل على أبحاثهم وأخذ العينات وإجراء التجارب وجمع البيانات، وعملنا هو التأكد من وجود جميع الخدمات اللوجستية في مكانها الصحيح لكي يتسنى لهم التركيز على عملهم. إذن لا أسلحة هنا؟ ليس على حد علمي. تعد جزيرة ديسيبشن موطناً لمستعمرات كبيرة من البطاريق شريطية الذقن. يقوم أندريس باربوسا بدراسة هذه الطيور منذ 20 عاماً. ثمة أنواع من البطاريق انخفضت أعدادها بشكل ملموس في شبه الجزيرة القطبية الجنوبية بنسبة 60% كبطريق آديلي، والبطريق شريطي الذقن مهدد بالانقراض هو الآخر، ولكن ثمة أنواع أخرى استطاعت الاستفادة من الظروف المناخية الحالية كبطريق جينتو، حيث ازدادت أعدادها بنسبة من 15 إلى 20%، وهذا في الواقع ما يحدث في كوكبنا منذ 4 مليارات عام. إنه التطور، حيث تتمكن أنواع من البقاء في الظروف المواتية، ومن ثم تنقرض لتحل محلها أنواع أخرى. قام أندريس بتركيب كاميرا لمراقبة البطاريق على مدار العام. تظهر لنا الصور هذه الطيور وفراخها وهي تهرب تدريجياً من درجات الحرارة المنخفضة. نرى نوارس وهي تطير عابرة جبالاً جليدية متحركة، ونرى وصول العواصف التي تدفن الكاميرا في الثلج لتعود وتزيح الثلج عنها مرة أخرى، والشتاء الطويل المنعزل وتشكل البحر الجليدي. وغروب الشمس الذي لا يراه أحد سوانا. في شهر تشرين الأول أكتوبر تعود البطاريق، وسرعان ما تضع البيض الذي يفقس بعد بضعة أسابيع. تقتضي إحدى مهمات البحرية الإسبانية وضع خرائط للتوبوغرافية قاع البحر حول هذه الجزر. ضعها على عمق أكبر. 086.
نظراً لكبر حجم الساحل القطبي الجنوبي، لم توضع الخرائط الصحيحة لتضاريس قاع البحر سوى لأقل من 1% فقط من المنطقة. إن اضطررت لتغيير مسار السفينة بسبب جبل جليدي على سبيل المثال، فقد يكون من الخطير مغادرة المواقع التي تعرف بياناتها الدقيقة. لذا علينا أن نضع خرائط أكثر لتجنب حوادث تحطم السفن وتسرب الوقود وغيرها من الحوادث، ليس فقط لحماية أرواح البشر وإنما لمنع الإضرار بالبيئة هنا. أمامنا في الحقيقة عمل كثير قد يستغرق سنوات، لذا على جميع الدول ذات الإمكانيات أن تتعاون في الأمر. كان القبطان الإنجليزي ويليام سميث أول من قام برحلة مسجلة إلى القارة القطبية الجنوبية عام 1819 على سبيل الصدفة البحتة، بعد أن انحرفت سفينته عن مسارها بسبب الرياح القوية. لكن إسبانيا تعزو هذا الشرف لجابرييل دي كاستيا الذي تقول إنه اكتشف القارة عام 1603 رغم عدم ثبوت ذلك حتى اليوم. من المرجح أن صيادي الفقمات وطأوا هذه الجزر قبل ويليام سميث، غير أنهم تكتموا على اكتشافهم هذا لكي لا يضطروا لمشاركة كنوز الجزر الثمينة من الفراء. هذه صور لبعض الكائنات في بحر ودل، ولا أحد يعرف العائلة أو الجنس أو الأنواع التي تنتمي إليها، إذ لم يتم تصنيفها بعد، وهذا ينطبق على كثير من الأنواع المختلفة تماماً من الحيوانات. رغم موقعه النائي المعزول عن كافة أشكال الحياة البشرية تقريباً على الأرض، إلا أن المحيط الجنوبي يعد منطقة حيوية وثمينة من كوكب الأرض. تم إرسال بعثة استكشافية حديثة إلى المنطقة من قبل جامعة برشلونة. بسبب البرد الشديد وشح الموارد الغذائية، ساد الاعتقاد بأن الحياة البحرية ستكون محدودة جداً، لكن هذا ليس صحيحاً. صحيح أن الظروف المناخية قاسية، إلا أن الكائنات البحرية تتكيف مع ذلك، فالنظم البيئية في القارة القطبية الجنوبية هي الأقدم على وجه الكوكب، مما يعني أن أنواع الكائنات المختلفة حظيت بوقت كاف للتكيف، وثمة أنواع منها موجودة حصراً في هذه النظم البيئية هنا. هل تشعرين بأنك مستكشفة؟ نعم، قليلاً. مستكشفو القارة القطبية الجنوبية اليوم وفي الماضي. عام 1911 تسابق المستكشفان رولد أمونسن النرويجي وروبرت فالكون سكوت البريطاني للوصول إلى القطب الجنوبي. انتصر أمونسن، في حين هلك فريق سكوت أثناء محاولته العودة، ورغم انتهاء رحلته بمأساة إلا أنه تم الاحتفاء بسكوت كبطل. أثناء رحلة عودته أحضر سكوت أحفورة لإحدى الأشجار التي توجد كذلك في كل من أمريكا الجنوبية والهند، وقد أثبت اكتشافه هذا النظرية القائلة بأن القارات كانت متصلة يوماً ما قبل أن تنفصل عن بعضها. إذن فقد ساهم السباق إلى القطب الجنوبي في تطوير معرفتنا بتاريخ كوكبنا التطوري. ما زالت بقايا محطة لصيد الحيتان ماثلة في جزيرة ديسبشن. قبل وقت طويل كان المكان يدعى الخليج الأحمر بسبب بقع الدماء الحمراء في المياه، وأحياناً كان يدعى الخليج النتن بسبب رائحة اللحوم العفنة الكريهة والزيوت المعالجة، قبل أن يتم إغلاقه عام 1931. تم فرض التحريم الدولي لصيد الحيتان للأغراض التجارية عام 1986. وتم تخصيص حصة لليابان للأغراض البحثية. لطالما أثيرت الشكوك حول خرق شروط هذه الحصة بصيد الحيتان لأغراض تجارية في القارة القطبية الجنوبية.
نحن ندعم الاستدامة ونحب أن نرى الحيتان دائما في المستقبل، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة للاستخدام المستدام. من حق أي دولة أن تكون لها طرقها الخاصة في التعامل مع الحيوانات وفقا لثقافتها. عام 2014 أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكمها ضد برنامج صيد الحيتان الياباني. خلصت المحكمة إلى أن التراخيص الخاصة التي تمنحها اليابان لقتل الحيتان وصيدها والاستفادة منها المتعلقة ببرنامج الياباني لصيد الحيتان في القطب الجنوبي ليست لأغراض البحث العلمي المنصوص عليها في المادة الثامنة الفقرة الأولى من الاتفاقية. انصاعت اليابان لقرار المحكمة، ولكن لم تنصع إلا لعام واحد فقط، حيث عادت سفنها بعد ذلك لصيد الحيتان في المحيط الجنوبي مرة أخرى. صيد الحيتان ليست المشكلة الوحيدة التي علينا أن نتعامل معها، فسمكة باتاغونيا ذات الأنياب أحد كنوز القطب الجنوبي، ولذلك تخضع عمليات صيدها لمعايير محددة، ولكن في ظل الطلب المتزايد عليها يصبح الصيد الجائر عملاً مربحاً للغاية. يتجاهل ممارسو الصيد الجائر الحصص والقوانين المتعلقة بتقنيات الصيد التي تفرض مثلاً استخدام خيوط الصيد الطويلة التي تتيح الصيد الانتقائي لأسماك معينة، لكن الصيادين يستخدمون الشباك العائمة الكبيرة التي تقتل أعداداً كبيرة من أسماك أخرى دون تمييز. عام 2014 و2016 اتخذت كل من الشرطة الإسبانية وجهاز الشرطة الدولية الإنتربول وقوات البحرية النيوزيلندية إجراءً قانونياً مشتركاً ضد شركة فيدال أرمادوريس الإسبانية التي تم اتهامها بالصيد غير المشروع للأسماك. لقد كان ذلك منعطفاً دولياً، لأن إسبانيا أصدرت اعترافاً علنياً أقرت فيه أن تلك كانت شركة إسبانية للصيد غير المشروع، وأقرت بمعرفتها بوجود شركات كثيرة غيرها. لكن نهاية هذه القصة لم تكن سعيدة. قامت شركة فيدال أرمادوريس باستئناف قرار إدانة المحكمة الدنيا، وأصدرت المحكمة العليا قراراً في صالحها، إذ حكمت بأن الصيد الجائر المزعوم تم في المياه الإقليمية، وأن المحاكم الإسبانية ليست ذات اختصاص في البت في القضية. تتجه سفينة إسبريدس من هنا جنوباً، حيث تبحر عبر مضيق جيرلاش، أحد أكثر المواقع الخلابة في القارة بأكملها. هذه هي محطة بريمافيرا الأرجنتينية. تخضع محطة بريمافيرا لإدارة الجيش، وبعكس المحطة الأخرى تضم هذه المحطة شبكة من الممرات المرتفعة لتجنب السير على النباتات الهشة بما فيها الطحالب والحزازيات، وذلك للحد من الإضرار بها قدر الإمكان. لماذا ينجح التعاون الدولي هنا ولا ينجح في الأمم المتحدة؟ أنا لست خبيراً بالسياسات الخارجية، لذا لا يمكنني الإجابة عن ذلك، لكن معاهدة القارة القطبية الجنوبية ناجحة جداً هنا. إن سألتني عن السبب فليس لدي إجابة في الحقيقة، إنها ناجحة وحسب. أتمنى لو أن بقية العالم كان هكذا، لكن الغالب أن الأنانية أكثر بكثير في مناطق العالم الأخرى. هل ثمة تعاون بين الأرجنتين وتشيلي والمملكة المتحدة أيضاً؟ نعم، في الواقع لقد وصلت إلى هنا عبر محطة فري. ليست هناك أي مشاكل بهذا الخصوص. هنا في القطب الجنوبي تسير الأمور على ما يرام. يسعدني أن أريك مزيداً من مرافق المحطة. ذكر القائد محطة فري التشيلية، لكنه لم يأتي على ذكر شيء حول المملكة المتحدة. قد يكون الأمر مصادفة، أو لعله كان يتجنب موضوعاً حساساً. فعام 1982 اندلعت الحرب بين الأرجنتين وبريطانيا على جزر فوكلاند، ولقد تركت الحرب لدى الكثيرين جراحاً لم تندمل. لقد شهدنا لأيام مناظر من عالم آخر تتكشف أمام أعيننا.
خلال تلك الأسابيع اكتشفنا جمال القارة القطبية الجنوبية اللامتناهي وواحداً من أكبر المخاطر التي تحيط بها. اطلعنا على سجلات الزوار بين عامي 2008 و2009 حيث بلغ عددهم 46,000، ومن ثم ضربت الأزمة المالية قطاع السياحة فانخفضت أعداد الزوار إلى 25,000، ولكن مؤخرا ارتفع العدد مجددا إلى 46,000. ماذا لو بقيت الأعداد تزداد؟ لا نعرف ما الذي سيحدث، أعتقد أن الأعداد ستزداد، لكن هذه الرحلات ليست رخيصة الثمن، فهي تكلف من 5 إلى 10 آلاف يورو للرحلة الواحدة، فلا يستطيع كثير من الناس تحمل تكلفة مثل هذه الرفاهية. يوجد مقابل كل باحث في القطب الجنوبي اليوم 10 سياح. إنها تجارة تبلغ قيمتها ما مقداره 400 مليون يورو في السنة. قبل بضع سنوات قامت إحدى المنظمات غير الحكومية بافتتاح متحف هنا داخل إحدى المحطات البريطانية التي تعود إلى 50ات القرن الماضي. هناك تعليمات سلوك للزوار هنا، ولكن لا تزال هناك الحاجة لعمل المزيد، فسيكون من المفيد أن يطلب من الزوار تقديم مساهمات مالية للحفاظ على البيئة، ففي الوقت الراهن لا يخصص سوى 5,000 يورو من تكلفة رحلة الشخص لغايات تقليل الانبعاثات الكربونية، في حين لا يخصص أي شيء منها لإدارة الحفاظ على البيئة، وغالباً ما يتقدم السياح أنفسهم بشكاوى ضد منظمي الرحلات الذين يخالفون الأنظمة والتعليمات. أتعتقدين أن السياحة لها تأثير سلبي على القارة القطبية الجنوبية؟ شخصياً أتيحت لنا فرصة التجول لوقت طويل في أرجاء الجزيرة، وجدنا حتى الآن بعض النفايات، وهو أمر مفاجئ جداً إلى حد ما، لأنه كان في بالنا أو في بالي أنا على الأقل أن القارة القطبية الجنوبية مكان نظيف وناء جداً ولم يتلوث، ولكن أن تجد علبة حليب من الصين وأنا صينية، أو أن تجد قناني بلاستيكية ونفايات على الشواطئ، فهذا أمر صادم إلى حد ما. لا يتعلق الأمر بالسياحة فقط، فأي تواجد إنساني في القطب الجنوبي قد يشكل خطراً. لقد جئنا إلى القارة القطبية الجنوبية بحثاً عن الكائنات الفضائية، أقصد بالكائنات الفضائية تلك التي لم تكن موجودة في المنطقة من قبل، فهذه الكائنات تصل إلى المكان وتقيم الظروف المحلية، كانت تلبي احتياجاتها البيئية، تستقر في المكان وتنتشر فيه، لذا نريد أن نتعرف على هذه الأنواع الغازية التي شردت الكائنات المحلية. إن ارتفعت درجات الحرارة ولو بشكل ضئيل، فيمكن للكائنات التي لم يكن بمقدورها العيش والتكاثر هنا أن تغزو المنطقة وأن تستعمر مواطن الكائنات المحلية وأن تحل محلها. كيف تصل هذه الكائنات الغازية إلى القارة القطبية الجنوبية؟ تصل عبر قنوات طبيعية مختلفة، إما بواسطة الرياح أو بالبحر أو على جذوع الأشجار أو أي من الأجسام الطافية أو على أجسام الحيوانات، لكن الطرق الطبيعية ليست هي المصدر الأساسي للغزو، بل نحن البشر من نحملها معنا دون قصد على عجلات المركبات أو في أحذيتنا. تموت كثير من الأنواع في الظروف المناخية القاسية، في حين تتحول الأنواع الأكثر تحملاً إلى غزاة. ولهذا السبب طالبتنا اللجنة القطبية الإسبانية بتنظيف المعدات التي نحملها معنا إلى القطب الجنوبي بعناية شديدة. وهل بإمكانكم حل هذه المشكلة بمفردكم؟ لا، ولكن الأمر الرائع حيال القارة القطبية الجنوبية هو التعاون بين العديد من الدول الفاعلة هنا، ومن الأمثلة الجيدة على ذلك هو نجاحنا في القضاء على أحد الأنواع الغازية قبل عامين. كان ذلك ثمرة تعاون جهود اللجان القطبية لكل من إسبانيا وبريطانيا والأرجنتين، رغم الصراع التاريخي بين بريطانيا والأرجنتين على المنطقة، فقد تمكننا من القضاء على هذه الكائنات الغازية. نحن علماء البيئة، أطباء الكوكب، والآن يقع على عاتق المجتمع تنفيذ تعليمات الأطباء. بعد مضي أسبوع في مضيق غيرلاش، تشق سفينة إسبريدس طريق العودة إلى المحطة الإسبانية، ومن هناك تتوجه إلى الوطن.
لكني لم أستطع مغادرة القارة القطبية الجنوبية قبل أن أستطلع الخطر الأكبر والوحيد على السلام والبيئة في العالم. بلا شك، ثمة موارد معدنية في القارة القطبية الجنوبية، وثمة نفط أيضاً. ليس هناك هيدروكربونات على شكل غازات طبيعية وبترول فحسب، بل ثمة معادن أيضاً كالنيكل والذهب والفضة. وثمة دراسات منشورة حديثاً تشير إلى اكتشاف نوع من الصخور قد يحتوي على الألماس. لقد أصبح الوصول إلى القارة القطبية الجنوبية أكثر سهولة وأقل تكلفة بشكل كبير. قد تكون هناك معادن ذات قيمة كبيرة هنا بشكل قد يسوغ استغلالها حتى في هذا المكان النائي وفي هذه البيئة القاسية. لقد شاهدت بنفسي التسرب النفطي من ناقلة بريستيج، حيث أجرينا الأبحاث لتحديد أثر التسريب على طول الساحل الشمالي لإسبانيا، وكانت النتائج صادمة. ليس من الصعب فقط إزالة النفط، بل من المستحيل إزالته. يمكننا أن نزيل الطبقة العليا، لكن البقية تبقى عالقة. يمكن لتسرب نفطي بحجم تسرب ناقلة بريستيج أن يكون كارثة بكل معنى الكلمة، حيث يكون أثر النفط على الصفيحة الجليدية أخطر بكثير مما قد يسببه في مناطق أخرى. لماذا؟ أولاً لأنه سيكون من الصعب الوصول إلى جميع المناطق المتضررة، وثانياً فحين يتجمد النفط ينحشر داخل الجليد، لذا يصبح من الصعب جداً على التيارات البحرية أن تشتت النفط في مناطق أخرى. عام 1989 كان الموقعون على معاهدة القارة القطبية الجنوبية على استعداد لفتح باب التنقيب المحدود عن النفط والمعادن، مما أدى إلى زيادة عدد الدول التي أرادت الانضمام للمعاهدة. ولكن حدثت المعجزة مرة أخرى. شهد اليوم توقيع بروتوكول مدريد، وتهدف الاتفاقية لحماية البيئة في القارة القطبية الجنوبية، الإقليم الوحيد الذي لم يتلوث بعد على كوكبنا، ومن المقرر العمل بها للخمسين سنة القادمة. كما يحدث غالباً، كانت دول العالم العظمى منقسمة، حيث اندلع الخلاف بين الدول الأكثر وعياً بيئياً، وهي في معظمها دول أوروبية، وبين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والصين وبريطانيا. في نهاية المطاف، اتفق جميع الأطراف على حظر استغلال الموارد المعدنية لمدة 50 عاماً، ولا يمكن رفع هذا الحظر إلا بإجماع كافة الموقعين عليه، وهو أمر مستحيل عملياً. شكل ذلك البروتوكول حلاً وسطاً بين مصالح الطرفين، فقد حظر استغلال الموارد الذي قد يؤدي إلى التلوث الشديد وأضرار لا يمكن إصلاحها في القارة الجنوبية، لكنه فشل في فرض حظر دائم. ستتم مراجعة بروتوكول مدريد عام 2048، فماذا سيحدث حينها؟ التوصل لإجماع على أي أمر أمر صعب المنال، لذا طالما لم تقتنع كافة الدول بأن من الضروري تغيير السياسة الحالية، فالحظر على التنقيب عن المعادن مستمر كأمر قانوني. قد يكون، لكن البعض لا يزال يحاول. ففي عام 2007 تقدمت بريطانيا بطلب ملكية لمساحات شاسعة من قاع المحيط قبالة القارة القطبية الجنوبية. ثم سبب وراء ذهاب الدول إلى هذا الحد بإرسال السفن والناس وإنشاء محطات في القارة القطبية الجنوبية. فالدول تريد أن تحرص على وجودها هناك حين يتم تقسيم القارة، حتى وإن لم يصرح أحدهم علناً بذلك. بصفتك باحثاً، هل تشعر بأنه يتم استغلالك لهذه الغاية؟ لا، على الإطلاق. فلطالما آمنت أن من الأفضل أن تنضم إلى صفوف أعدائك لكي تستغل جميع مواردهم. فإن استطعنا عبر أبحاثنا أن نحصل على بيانات من شأنها أن تساهم في حماية القارة القطبية الجنوبية، فأعتقد أن هذا هو خيارنا الأفضل. وهكذا يغادر أفراد الجيش والباحثون الإسبان القارة القطبية الجنوبية. Thank you.
قبيل وصولنا إلى اليابسة، وصلتنا صور مستعمرات البطاريق في جزيرة ديسبشن. فقست هذه الفراخ قبل 20 يوماً. مات جنين هذه البيضة، وليس بوسع الزوجين وضع بيضة أخرى قبل العام القادم. من الصعب عليهما تجاوز الأمر، والإنسانية كذلك تحاول جاهدة حماية ما تحب. وقد أثبت العلم أن قلب الإنسانية أكبر بكثير من قلب البطريق. أم أن لك رأياً آخر؟ لا، فهذا أمر يمكننا الاتفاق بشأنه.